معنا الشيخ محمد ماضي، طبعا مسؤول حركة إسلامية في عكا، وأيضا إمام وخطيب مسجد الرمل، وأحد المبادرين أيضا لقضية التظاهرة رفع الشعارات على شاطئ عكا. إحنا موجودين هنا على مرسى عيسى العوام، مرسى عيسى بن العوام اللي طبعا يطل على البحر. هنا في خان العمدان في عدد من المنازل مهددة بالمصادرة. تحكي لنا شو هدف هاي التظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أردنا أن نؤكد من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية على أن مدينة عكا ليست للبيع، ليست للتهويل، هي مدينة عربية إسلامية لها تاريخ وسيكون لها مستقبل بين أهلها وسكانها. مدينة عكا تسعى إلى التطوير، لكن من خلال الحفاظ على أهلها وسكانها الأصليين أصحاب الحق في هذه المدينة. أردنا أن نقف في هذا اليوم لنقول للجميع أننا نحتج ونستنكر، بل إننا سنجابه كل مخطط سيسعى إلى تهويد المدينة. نحن سنسعى للحفاظ على أهلنا وعلى سكاننا، على تاريخنا، على أصالتنا وعلى عرقاتنا، فلذلك جاءت هذه الجماهير لتؤكد على هذا الأمر المبارك. الاجتماع في هذه المظاهرة.
بأن عكا ليست للبيع ولا الخان للبيع ولا الأوقاف للبيع. عكا هي قلعتنا، عكا هي قاهرة الغزاة وقاهرة نابليون، ولا يمكن قلعنا واغتصاب حقوقنا ولا بأي حال من الأحوال. كل بيت وكل حائط وكل حجر في عكا يشهد بتاريخنا، وكل مسجد وكنيسة وزقاق يرددون كل يوم أمجاد عروبتنا وتراثنا. اليوم نقول للجميع، هذا المخطط لبيع عكا لن يمر، ونحن نرى في هذا المخطط هو واحد في سلسلة قادمة علينا، فإن سمحنا له بالمرور فستتفكك عكا جزءا بعد جزء. صور من هذه الأبطال التي تحمي عكا، وعند النجوم نبذل كل ما في وسعنا من الأموال والطاقات وحتى السواعد لكي نمنع أي ضرر يصيب بلدتنا، لأن السياسة الحكومية منذ سنة 48 وحتى اليوم تقف من أجل ترحيل أهل كل الأهل في المدن المختلطة وتفريغ المدن المختلطة من العرب وخاصة في عكا. نحن أتينا اليوم من أجل أن نفهم هذه القضية وأن نحاول أن نفرغ هذا المشروع من مضمونه الذي يشمل فيما يشمل في الأساس ترحيل الأهل من منطقة عكا من حي الشوني. نحن نرى في هذا الموقف أنه يجب أن يكون هناك ثلاث مسارات لهذا العمل. المسار الأول هو المسار القانوني، حيث يجب أن تحول وتوكل طاقم محامين من أجل أن يفهموا كل النواحي القانونية، لأن هناك إشكالات قانونية مهمة التي يمكن أن تعيق هذا المشروع، وخاصة عندما نقول أن هذه المنطقة خان العمدان والمنطقة الشوني هي من المناطق التي تم الاتفاق على تأجيرها إلى دائرة أراضي إسرائيل 99 سنة من الأوقاف. صمود أهلنا في منطقة عكا وفي في هذا الحي بالذات، حي الشوني، ألا تغريهم وأن لا يخترقوهم بالإغراءات سواء كانت مادية أو قانونية أو بالتهديد. نحن نحذر من هذا الاختراق، يجب أن يكون هناك موقف موحد لكل أهلنا في منطقة الشوني بالذات، أن يكونوا موحدين في هذا الموقف، واعلموا أنكم لستم وحدكم وإنما جماهيرنا العربية في الداخل، لجنة المتابعة وكل المؤسسات العاملة هي معكم تقف من ورائكم. الذين يقولون هذا القول بأن العرب ليسوا قادرين على حماية وصيانة هذه الآثار الجميلة، من بنى هذه الآثار الجميلة؟ من بنى هذه الأوقاف؟ إن الأجداد الذين بنوها فإن أحفادهم قادرين على أن يحافظوا عليها ويصنوها كما أكثر منكم، فأعيدوا الأوقاف إلى أصحابها، أعيدوا الأوقاف إلى أصحابها، أصحابها أولى فيها منكم، لأنها أوقاف عربية إسلامية ومسيحية يجب أن تعاد إلى أصحابها. ولذلك نحن نحذر ونقول إن أهل الشوني هم أساس، هم محور هذا النضال، قفوا صفا واحدا، توحدوا واجمعوا حولكم، لا تنفروا، اجمعوا حولكم من يجب أن يكون معكم ويجب أن يكون من ورائكم لصون هذه الحضارة وصون هذه الآثار. يائير شمير، ويائير شمير غدا سيستلم التعيين بشكل جدي وبشكل رسمي، فلذلك نحن نضالنا مستمر من الشمال إلى الجنوب ومن أرض عكا هنا من عند هذا الوقف الإسلامي الجميل الذي لا يمكن أن نتنازل عنه أبدا، ونطالب رئيس البلدية من هذا المكان أن يتنازل وأن يتراجع عن هذه القرارات العنصرية الليكودية. فلذلك نحن هنا ولن نسمح ولن نفرط في هذه الأرض، وكذلك في أرض النقب بإذن الله ستبقى أرضنا هي أرضنا إن شاء الله، لأننا نحن أهلنا أهلها الأصلانيون، ولم نكن يوما مهاجرين لا من روسيا ولا من أمريكا ولا من غيرها. شو رسالة التظاهرة اللي طبعا نظمتوها اليوم في عكا؟
الرسالة جدا واضحة. أولا رفض المخطط أو المزاد الذي طرح على خان العمدان وعلى والذي يربط بين إخلاء سكان حي خان الشوني ومناقصة خان العمدان. هناك رفض تام أولا لعملية هذه الربط وقضية إخلاء السكان من بيوتهم، ورفض أيضا بناء أو بيع معلم تاريخي يتبع الوقف الإسلامي بهذه الطريقة لمستثمرين مهما كانت الفوائد الاقتصادية التي يدعون أنها ستعود على البلد. هذا جزء من مخطط خطير جدا يسعى إلى تفريغ البلد من أهلها الأصليين، ونحن له بالمرصاد. نعم، يعني أيضا هناك محاولات حثيثة من قبل السلطة وأذرعتها طبعا مثل شركات خاصة تابعة للحكومة من أجل طبعا الاستفراد في كل مواطن وطبعا شراء بعض المنازل. هذه يعني هذه الخطة هي تصعيد كبير للخطط السابقة، لأنه ما تقوم به عمليا اليوم شركة تطوير عكا بأنها أوكلت للمستثمر الذي سيفوز بالمناقصة بعملية إخلاء المنازل، ولا يهمها بأي طريقة ولا أي أسلوب سيتبعه، إذا كان أسلوب إرهاء ترهيب السكان، إذا كان أسلوب تخويف، إذا إغراءات أو ضغوطات من أي شكل كان، هم يوكلون له وإلا سيخسر 10,000 دولار. وعندها يمكن أن تتخيل أصحاب رؤوس الأموال ماذا يمكن أن يفعلوا كي لا يخسروا هذا المبلغ. بيت يعني أصير أصلا أملاك مين صار عميدار؟ تعرفوا مين العميدار؟ عميدار العيل بياعة آخر شيء بياعة ضر بياعة الباعة بالأكم سنة يعني، وفي عرب يجوا دفعوا بياعة ما هنا عكوية عكوية هنا من كنا حد مطمع مشكلة. هاي البيوت كلها مفتوحة مأهولة بالسكان الباعة لا بترمم ها الله ترمم بدون أي مشكلة. إحنا برضو في جزء من إحنا جزء من المشكلة يعني هذيك الحيطة حلوة فورا عشان باع قبل كم سنة وجا الحج قاسم مشلة بدفع تشتري إجى الحج دفع أما بدنا نأخذ الغدة هون وتمكن تكني موقع الدرج هذا الشبنون كيف العبراني اللي عبر السكين هاي دفعونا 10,000 انا مش هذا الملك مش لك ها كله اللي عتكوت على المدار هون انا بعتبره كل هذا مطعم واحد مفتيك البيت مش نمرة واحدة فد عليك 10,000 هذا البيت مشتاف خصينه انا ثلاث مرات زفتت وسويت ما دفعوا لي ثلاث مرات زفتت لجمعتين وراجعين عمام كله بوقته طالعين جمعتين ورجعوا لكم شغله خلينا نسمع اذا تفوتوا على البيوت لا قديش الناس مشتعات البيت يا بصور وين لازم نطلع ما نخلعوا ولا بحياته تسكر انت السبت انت تسكر حنا قالوا له يفتح يبيع رمان اليوم حبيبي ثلاث مليون ندخل من هون هو الدنيا انا واخوي ودار منصور انا في علي ارنونه 143,000 شيكل على هذا الحاصل وذاك الحاصل 143,000 بدر منه بيدربوا الناس ما تدفعش الشهري والكذا بيدربوا الناس ما تدفعش بيشوفوها الناس مش تقدر تدفع هاي اللي عشان يطلعوها انا حاطط 15,000 شيكل ما رجعوا لي فياتي 15,000 شيكل صلاح يا بس ما رجعوا لي فياتي التيك اعلام وين اعلام التيك تايل وين اعلام انا طلع ما يسعريش المصاري زفتت ثلاث مرات ما عندونيش اعلام عين اعلام تفضل قانون حماية المستأجر المستأجرين المحميين على ديار مقان بيحكي له اولا هو يشتري بيته قبل ما يفوت افراز هو اولا صاحب الحق طبعا هلا في ناس مثل الجارحي هو طلب يشتري وفي مثل